أهلا بكم ونبث إليكم خبر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام حدادا على وفاة المشير طنطاوي، حيث أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي. طبعا المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وأيضا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، ضاف أيضا أن ذلك يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 من سبتمبر وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 من سبتمبر. أيضا نعى رئيس عبد الفتاح السيسي المشير محمد حسين طنطاوي الذي وفته المنية صباح اليوم الثلاثاء، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق اسم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق على قاعدة الهايسكيب العسكرية. وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء المشير حسين طنطاوي توفي في نفس يوم وفاة الزعيم أحمد عرابي، وتم إعلان الحداد الرسمي والوطني بهذه المناسبة. أيضا إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على قاعدة الهايك ستيب العسكرية تقديرا واحتراما لدور هذا الرجل العظيم في تاريخ مصر. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا إلى أن المشير طنطاوي تولى المسؤولية منذ عام 2011 وحتى تسليم السلطة بعد 2012، مضيفا هذه شهادة للتاريخ أنه قاد هذه المرحلة الصعبة بإخلاص شديد وإتقان شديد وحكمة شديدة جدا أدت إلى أن الدولة المصرية التي كانت معرضة للانهيار وحرب أهلية كاملة في عبورها بأقل حجم من الأضرار التي تقابل دولة في مثل هذه الظروف الصعبة. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد كتب على الصفحة الرسمية له ناعي للمشير حسين طنطاوي وقائلا: فقدت اليوم أبا ومعلما وإنسانا غيورا على وطنه، كثيرا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن. إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبا ومخلصا لمصر وشعبها، وإذا أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي بالصبر والسلوان. اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي النعي قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم وما بدلوا تبديلا. عفوا، إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: عرفت المشير طنطاوي محبا ومخلصا لمصر وشعبها، إذا أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء وإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي بالصبر والسلوان. من أهم المعلومات أو من أهم المحطات في حياة المشير طنطاوي رحمة الله عليه أنه تخرج في الكلية الحربية المصرية عام 1956 ثم كلية القادة والأركان. أيضا شارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب 1973، كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة. بعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري، ثم عمل عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان. أيضا تدرج رحمة الله عليه في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991، وحصل على رتبة المشير في عام 1993. تولى رئاسة البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 في 11 تحديدا من فبراير لعام 2011، حتى تسلم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري منصبه في الأول من يوليو لعام 2012. أيضا في عام 1987 تولى منصب قائد الجيش الثاني الميداني ثم قائد قوات الحرس الجمهورية تحديدا عام 1988، حتى أصبح قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع عام 1991 برتبة فريق. وعقب شهر واحد أصدر الرئيس الأسبق مبارك قرارا بترقيته إلى رتبة فريق أول، كما صدر قرارا جمهوريا بنهاية عام 93 بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. لم تتوقف أيضا بطولة المشير طنطاوي على خوض المعارك وحمل السلاح ضد العدو في الحرب المباشرة فقط، ولكنه قاد سفينة الوطن بحكمته لبر الأمان خلال أحداث ثورة 25 من يناير، بعد أن تنحى الرئيس الراحل مبارك نتيجة الضغط والغضب الشعبي الكبير وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. وبموجب البيان الخامس الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
أصبح المشير محمد حسين طنطاوي الحاكم الفعلي لمصر عقب ثورة 25 يناير وممثلا للجمهورية في الداخل والخارج. أيضا فور تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي مسؤولية السلطة في البلاد، ونجح في استمرار الحفاظ على مكانة القوات المسلحة المصرية في العالم، وكان الضامن الأمين للتطور الديمقراطي في مصر مستغلين الثقة به في الداخل والخارج. نجح أيضا في كل الاختبارات التي تعرض لها بجدارة، ورغم كل محاولات الاستفزاز التي تعرض لها الرجل وتعرضت له القوات المسلحة في تلك الفترة الحرجة، لأنه كان هو والقوات المسلحة بمثابة حائط الصد لما كان يحاك ضد الشعب المصري. نال المشير طنطاوي رحمة الله عليه خلال مشواره العسكري العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات، منها وسام التحرير ونوط الجلاء العسكري ونوط النصر ونوط الشجاعة العسكري ونوط التدريب أيضا ونوط الخدمة الممتازة ووسام الجمهورية التونسية ووسام تحرير الكويت ونوط المعركة وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش. رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي وأسكنه فسيح جناته. شكرا لمتابعة حضراتكم، كان لنا هذا البيان العاجل مع حضراتكم إعلان حالة الحدة 3 أيام لوفاة المشير رحمة الله عليه محمد حسين طنطاوي. شكرا لمتابعة، إلى اللقاء.